شرف اللوز. يعني بتروح على مولات عمان لوز حفر. لوز حفر. اصبح مثل. يعني ف أو ماركة هو هو يعني. هو اللي بجوز اللي خدم اللي خدم حفر بهذه القضية قضية الطقس. الطقس. يعني منتوج اللوز بيبدأ بحفر قبل القرى الثانية. ولذلك بيكسبوا سعر. بعدين بيكون المنافسة قليلة. بس لما شوي بعد وبعدين موسم اللوز تعرف 20 الى 30 يوم بس. فلما ينزل السعر بالسنين الاخيره هاي لما صار ينزل اللوز بخارجه بالمناطق الثانيه صار يخف السعر. يعني العام الماضي بدا ب 12 دينار اخر شيء وصل دينار. بس يعني برضه مجدي كل مجدي. الزيت بتعرف ماده استراتيجيه ما حدا بيستغنى عنها. بس يعني ما شاء الله الناس بتزرع هيك وهيك يعني. بس الان يعني ما بتلاقيش زراعات قمح مثلا وعدس وهاي زي زمان لا بتلاقيش الا قليل جدا. فبيهتموا كثير بالموضوع موضوع الاشجار يعني شايف سيدي. بعدين احنا عندنا شجر زيتون بنقول له رومي. شجر زيتون رومي. هذا زيته زاكي كثير ويحبوه كثير الناس. فدائما احنا بنتغنى انه زيت حوفه زاكي زيت حوفه. يعني اذا احنا بنلخص عمي في المحصل انه اهالي بلده حوفه يعني خلينا نقول نسبة قليلة جدا يشتغلوا في الزراعة. الآن نعم. الباقي خلينا نقول أو خلينا نقول 90 أو 85%. اتجهنا للوظيفة، للقطاع الخاص، للتعليم، للقوات المسلحة، للجهاز الأمن، يعني موزع. موزع. بس يعني بقدر أقول لك عندنا نسبة كبيرة متعلمين، عندنا نسبة كويسة في قطاع الجامعات. عندنا نسبة بوزارة الصحة أطباء ومهندسين كمان في القطاع الإنشاءات زائد في عندنا برضو ناس بيشتغلوا بالقطاع الخاص. في نعم في التجار. طيب عمي سؤال يعني خلينا نقول بخصوص القطاع الشبابي في بلدة حوفا يعني عرفت منك إنه أنت من الأشخاص الداعمين فعلا للشباب و الشباب أول. هل هناك تشكلات شبابيه مبادرات شبابيه؟ احنا كان يا سيدي العزيز كان عندنا اول شيء عندنا جمعيه. عندنا جمعيه هي تعنى بالشؤون الانسانيه وبدعم الفقراء وهذا جمعيه للامانه جمعيه ناجحه من بدايتها وقام على انشائها مجموعه من الطيبين من البلد وتواصلت الاجيال ولحد الان الشباب شغالين كويس وبقدموا خدمات وما شاء الله عليهم بالامانه. جمعية حوفة الخيرية. رئيس الجمعية حاليا. والله الآن أنا ما بعرف رئيس الجمعية بس بعرف ممكن يكون الأستاذ سلطان مطالقة وعندك كمان شباب ثاني من العشائر الأخرى زي الأستاذ عبد المولى صوالحة الأستاذ زيد العزام مجموعة كبيرة من الشباب شاركت بالخدمة. شاركت. وكلهم ما شاء الله عليهم. طبعا بالبداية كان الأستاذ الدكتور علي سالم مطالقة وكانوا ناس ثانيين علي عبد الرحمن العزام رحمة الله عليه. يعني الصحيح تورثت الاجيال العمل هذا وصحيح انه بقدموا خدمات يعني خدمات طيبه فيها حتى روضه بعلمه ممتازين كثير ممتازين. اذا احنا من صفحه اللواء الوسطيه بنوجه تحيه وكل حب واحترام لجمعيه حوفا الخيريه. بندعي من جميع اهالي بلده حوفا شباب شيبه كبار صغار انهم يساعدوا ويدعموا هاي الجمعيه على اساس انه الجمعيه تكمل مسيرتها في دعم المحتاجين ودعم الحركه الشبابيه في بلده حوفا. النادي تشكل عندنا نواة نادي والله أنا كنت يعني عضو بالتأسيس وكنا جايبين طاولة بليارد وما شاء الله عليها. بس والله الآن أنا ما بعرف انقطعت بعد فترة الغياب هاي ما عندي معلومة حقيقية أقدر أقول لك إياها. بس بعرف في مجموعة شباب دائما ناشطين وفي يعني في تفاعل وإذا في فكرة يعني ممكن أي يعني تتنمى لأنه الحقيقة عندنا شباب ما شاء الله في شباب في طموح عندهم في رغبة عندهم رغبة للبناء عندهم رغبة للتطور وهذا شيء مفرح والله كثير مفرح. بس ينقصهم البنية التحتية. بس هو يعني الأمل الكبير إنه البلدية تدعمهم ويعني البلدية يعني قاعدة تتبنى هاي يعني هاي شفت الأستاذ اللي عملوا مجموعة اللواء الوسطية هي كرة قدم يعني في يعني ممكن احنا نستفيد فيها كجزء من هاي البلد من المنطقة يعني احنا باعتبارها على خارطة الوسطية صح وجزء من القرى فممكن نستفيد منها. وانا بقول اذا في مجموعة تتحرك يعني بعتقد انه يعني ربنا يسهل الامور يعني
لو في يعني من نادي لانه تكون هناك مبادره شبابيه؟ كان والله في نادي بس ما بعرف بالضبط. قلت لك انا يعني سنين الغربه انقطعت والله، اما بعتقد يكون في نواه. طيب برضو يعني احنا كمان بنوجه دعوه لجميع الشباب في بلده حوفا انهم يتبنوا بعض المبادرات العمل التطوعي العمل الشبابي، وقوموا هم ياخذوا على عاتقهم ويشتغلوا على انه احنا بنات نادي او خلينا نقول بنيه تحتيه لنادي او نواه مبادره شبابيه ويتبنوا هذا الموضوع. تعرف شو الجميل؟ ان يكون نادي للوسطيه يركز على مجموعه من الشباب، زي الان هاي الوسطيه الكرويه هاي اذا بتطلع مجموعه يعني ممكن ليش يعني مشيت من احسن في هالنادي الان بينافس على الصداره يعني المشي لحال ماشي. احنا الوسطيه عدد سكانها اقل من الوسطيه، سبع اخوه يعني ولا السبع اخوات او سبع خرزات مثل ما تفضل الحساب يعني بقى. اذا 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 تبلورت وطلعت طلعت مجموعه من الشباب اللي بيلعبوها، زائد لو مثلا كان هذا لا يتعارض مع انه لو مثلا يكون كل قريه نادي مصغر حتى يعمل مسابقه داخل المنطقه. اول شيء اجتماعيا كويس وبتجسد. نعم احنا الحمد لله يعني بالوسطيه يعني هاي شهادة اكثر من حاكم اداري خدمهم. بقول لك الوسطيه من اجمل الويه المملكه، من اجمل الويه المملكه. الناس من اخير الناس، من اطيب الناس ما شاء الله. من ندخل على الوسطيه ونخرج منها بنخرج بصداقات، بنخرج بمعارف، ما بنخرج بادوات. هاي انا والله سمعتها قبل ايام، قبل حوالي 40 يوم من مدير من متصرف لواء الطيب. قال انا والله بادي التحيه لاهل الوسطيه لاخلاقهم ولا لكرمهم ولا احترامهم ولا توافقهم، والله قال ما في مشاكل للمره، وهذا شيء مصدر فخر واعتزاز لنا. الحمد لله الحمد لله ما في مشاكل. قضايا جرائم الحمد لله لم يسجل علينا، والحمد لله مبسوطين وكويسين نحمد الله الحمد لله. فاللواء الوسطي يعني بشكل عام متجانس كلنا بنعرف بعض، يعني بتروح على كفر زيت تعرف ناس، بتروح على خلق تعرف ناس، بموت واحد كفر زيت تلاقي وكل القرى جايه للجنازه، بتروح على قم بتلاقي شيء وحوفا زين. طيب احنا نلخص في النهايه انه حوفا كحال باقي قرى اللواء الوسطيه تنقصها نادي شبابي اللي يجمع كل شريحة الشباب وكونوا موجودين مع بعض. طيب في النهاية عمي أبو مظفر يعني سؤال، خلينا نقول ما هي حجم الخدمات المقدمة لبلدة حوفا، أو ما هو الذي ينقص بلدة حوفا من خدمات؟ أيوة يا سيدي، حوفا يعني من لما تأسست البلدية من مجلس لمجلس يعني يصير تطوره، وبالفترة الأخيرة تم فتح تعبيد كثير من الشوارع، وال يعني التنظيم توسع، الخدمات ممتازة، النظافة. أنا بهالمناسبة هاي بحب أقدم كل الشكر لجهاز بلدية الوسطية على النظافة اللي بالوسطية كلها، هذا الكل يشهد له القاصي والداني. طبعا احنا عمي أبو مظفر بدنا الأشياء التي تنقص حوفا يا سيدي، شوارع فيها قطاع الصحي فرضا، احنا يعني القطاع الصحي اذا برتقونا فيه افضل والله احسن، يعني بكون احسن صحيح، لانه حتى العيادة يعني صغيرة اذا بصير في عندنا هيك مركز لنادي شبابي والله كويس للشباب، بدل ما الشباب يكونوا دايرين بالشوارع والغاد لا بيلتقوا هناك، يصير مركز ثقافي، يصير مركز اجتماعي ولا لا. على الصعيد التنظيم كويس. طيب. اكيد كل يوم بصير في حاجه، يعني في وعود كثيره انه في مناطق وعره يعني ما فيها تربه، يعني رئاسه البلديه وعدتنا انهم ينظمون اياها على اساس نحسن في القريه، او حتى هذا بكل صالح الارض الحمراء. صح. يعني ممكن الناس ترتبني لما تلاقي شوارع، بس على صعيد الخدمات بقول لك يا بكل امانه في رضا عام. والتعليمي التعليم الان يعني احنا بحاجه، حوفا الوسطيه البلد بحاجه لمدرسه للذكور، هاي مسؤوليه الجميع، لازم الكل يبذل جهد، لانه مش معقول تمشي طفل عمره 6 سنين او 8 سنين من البلد تجيبه للمساجد بظروف البرد هاي، حرام. وانا بلغت وزير التربيه حين كنت رئيس بلديه
وكان وفد وزاري جاي وبلناهم. طبعا نشرح وهم. نشرح للمشاهدين المسادة هي المقصود فيها أول وسط. هي وصف. هي البلد البلد خليني أوضح لك، البلد مقسومة أربع أقسام تقريبا. البلد الأصلي حوفا من الآن أنا إحنا على المثلث تبعد حوالي 3 كيلو، بعد كيلو ونص تقريبا في الظهر المسادة، بعديها تيجي الظهر على اليمين باتجاه طيبة، والآن إحنا المثلث هون. بس الآن في وعود يعني حصلنا يعني على أساس كانوا يبحث عن قطعة، في وعود إنه يتم بناء مدرسة. هذا يعني صحيح إنه مشروع راح يكون رائع بالنسبة لأطفال حوفا حقيقة، يعني بحل مشكلة كثير من الأهالي كثير. نعم كثير بحاجة. طيب احنا في النهاية بنوجه لك الشكر عمي أبو مظفر، بنلخص إنه كبلدة حوفا كسائر بلدات قرى اللواء الوسطية هي من البلدات اللي هناك نسيج ما بين الأهالي وما في حب وتآخي، ينقص بعض الخدمات الشبابية كالخدمات التعليمية الخدمات الصحية، يعني ممكن حلها في القريب. احنا يعني امورنا بحمد الله كويسه مش بطاله، بس اقول لك في كامل الخدمات لا يمكن الا يصير في حاجات مع الزمن، بس الحمد لله يعني هي الحمد لله رب العالمين. والله انه احنا نعتز ان احنا جزء من الوسطية، والحمد لله ونفتخر ان كلنا من هالمنطقه، وكلنا عشائر قريبين لبعض واهل ومخاول فالحمد لله. أنا برحب فيكم الله يخليك وبحييكم وبحيي روح الشباب فيكم، وبقول لكم دائما إلى الأمام، وإحنا أي خدمات إحنا مستعدين. الله يسعدك. كنت بجوز أتمنى أن يكون اللقاء مع ناس من قبلي أكبر مني عمرا وقدرا. الله يخليك أنت، بس بالأخير رغبتك أنك تلتقي فيي، أنا بحييك والفريق اللي معك وأهلا وسهلا وحبايب. الله يسعدك. الله يحييك. إحنا في النهاية برضو بنشكر أبو مظفر من بلدة حوفا، نشكر جميع أهالي بلدة حوفا على حسن الترتيب. شكراً لكم، خلينا دائماً على استمرار في متابعة صفحة اللواء الوسطية لنتابع معكم كل حديث وقريب، وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة بخرزة رابعة من خرزات اللواء الوسطية. حي الله الوسطية.